الرحمن الرحيم، اهلي فؤاد مدير عام جامعه عين شمس. النهارده في الوقفه الشبه النهائيه مع وزاره الماليه، ان شاء الله المعلومات اللي وصلت لنا ان احنا وصلنا لدعم لموازنه مرتبات والاجور للعاملين بالجامعات المصريه بمبلغ 2 مليار و400 مليون. هذا المبلغ سيتم توزيعه على جميع الجامعات الحكوميه، وهينزل بشرائح مختلفه على الدرجات، وشرائح ان شاء الله الحمد لله مرضيه. ان شاء الله الحمد لله كل جهودنا تقريبا في المرحله الاولى بالتفاوض مع الماليه اثمرت عن نتائج طيبه. احنا في انتظار اللجنه المفروض من الساعه 10 الصبح من فوق مع الوزير ومع المستشارين هتنزل بالقرار ممضي ومعتمد من الوزير. دي المرحله الاولى اللي احنا كنا بنسعى عليها من يوم 3/9 لما علمنا ان بدل الجامعه وحفظ الجوده نزل للاستاذ والدكتور والمعيد بنسب تتجاوز ال 110,000% مخالفه للدستور ومخالفه للقانون. ورغم هذا غير خاضعه للضريبه العامه التي تعتبر في شرع القانون وفي حصيغه راي القانون البحت عداله اجتماعيه، بمعنى ان انا موظف على درجة مدير عام يعني وكيل وزارة يتخصم من الجنيه بتاعي 40 قرش ضرايب. الدكتور ما بيتخصمش منه هذه النسبة، فيصبح الجنيه بتاعي 60 قرش والجنيه بتاع الدكتور جنيه ونص. احنا النهاردة الحمد لله وصلنا مع المالية حسب معلومات اللي وصلنا من اللجنة ان رفعنا حافز الأداء عشان يدعم المرتبات، وده جاي من حصيلة ال 20% للصناديق الخاصة اللي كانت بتستحوذ عليها وزارة المالية، فرديتها للجامعات كلها على مستوى مصر من أسوان لإسكندرية من السويس لغاية السلوم. جميع جامعات مصر هتستفيد من هذا القرار. الجامعات الغنية والجامعات الفقيرة هتصرف نفس الشرائح اللي وصلت لنا إن شاء الله من الأجور. حقنا ضايع في كل حاجه، احنا احد اضلاع المثلث قائم الدوله، ومكون من الموظف اهم ضلع، الموظف مهمش، بياخدوا حقهم في كل حاجه، مدين حقهم لعضو هيئه التدريس واحنا لا، عضو هيئه التدريس ده ما بقاش موجود طول السنه، احنا موجودين طول السنه، موجودين مع الطلبه، موجودين في الكليه كلها، في الامتحانات موجودين، في كل حاجه موجودين، مهمشين، العلاج مش قد كده، كل حاجه مش قد كده، ما بنلاقيش نفسنا في اي حاجه.